اهلا بحضراتكم من جديد. طيب هنتكلم على منتخبنا الوطني. اول حاجه لازم نبدا بيها منتخبنا الوطني اللي قدر امبارح يعمل اداء قبل النتيجه، لان النتيجه كانت ممكن تخلص 2-0 لمنتخبنا، كان ممكن المنتخب يحافظ على نتيجه بهدف مقابل لا شيء، ولكن الاداء الفني اللي لعب بيه امبارح منتخبنا رغم حاله الطرد اللي حصلت في الدقائق الاولى من الشوط الاول، بعد حوالي 30 دقيقه من الشوط الاول طرد محمد هاني، والمنتخب لعب ما يقرب من حوالي ساعه ربع ساعه من الشوط الاول و45 دقيقه الشوط الثاني غير الوقت الضايع، فبنتكلم على يعني اختبارات جيده جدا للجهاز الفني وللاعبين، خاصه انك بتلعب مع منافس قوي جدا. انا بتكلم على الجزائر حامله لقب كاس الامم 2019، منتخب له باع طويل جدا، كلنا عارفين الدربيات اللي ما بين مصر والجزائر في السنوات الاخيره، فكانت مباراه على المستوى الفني استفاد بيها منتخبنا بشكل كويس قوي. كمان الملحمه الجماهيريه اللي كانت موجوده امبارح في الملعب، الجماهير المصريه بجوار الجماهير الجزائريه، ده شيء كان مميز جدا، شيء عجبنا كلنا. الحاله اللي كانت في ارضيه الملعب، الحماس، النديه، دي كانت نقطه مهمه جدا. ما هي المباريات دي فيها عناصر كده بتختارها وتشوفها هل حصلت ولا ما حصلتش عشان تقدر تحكم على التجربه. الروح المعنويه، الحاله الفنيه، مدى استعداد اللاعبين، كمان العناصر اللي ظهرت في ماتش زامبيا بمستوى لا يليق سواء بادائها او باداء المنتخب، هل تقرر نفس المشهد في لقاء الجزائر ولا لا؟ الحمد لله الصوره اختلفت تماما في مباراه الجزائر، ولكن يبقى حاجه واحده فضلت ثابته سواء في مباراه زامبيا او مباراه الجزائر، هو محمد الشناوي، السد العالي لمنتخبنا الوطني وللنادي الاهلي. ابرز لاعب ظهر في منتخبنا الوطني خلال هذا المعسكر كان محمد الشناوي، ظهر بشكل كويس جدا. التصديات اللي عملها في مباراه زامبيا والجزائر تحط الشناوي في مسافه بعيده تماما عن اقرب المنافسين ليه، واعتقد المنتخب الفتره اللي جايه محتاج يدور شويه في موضوع حراس المرمى عشان يبقى في حد قريب شويه من مستوى الشناوي، لان المستوى لا في فجوه بعيده ما بين الحارس الاول والحراس اللي بعد الشناوي في منتخبنا الوطني. دي نقطه مهمه جدا. الهدف اللي مني مرمى منتخبنا الوطني بالامس، على فكره الشناوي تصدى ليه، ولكن طبعا يعني المسافه كانت ضيقه جدا وضربه الراس كانت قويه جدا، ولكن الشناوي تعامل معاها انا شايفها بشكل كويس قوي. طبعا الاخطاء الدفاعيه كانت موجوده، ولكن الشناوي من ابرز اللاعبين اللي ظهروا وتالقوا مع المنتخب في هذه الاجنده. ومباراه الجزائر اعتقد فرصه طيبه جدا لروي فيتوري عشان يبدا يحكم على بعض العناصر في الفتره اللي جايه. وجود حجازي رغم ان هو طبعا لسه قدامه فتره على ما يجهز ويشارك في المباريات والتدريبات، انا شايف حاجه كويسه قوي ان يكون موجود مع منتخبنا دلوقتي عشان يبدا يجهز الفتره اللي جايه، عشان ان شاء الله باذن الله في امل ولو بنسبه معينه ان ممكن يكون موجود مع منتخبنا في كاس الامم الافريقيه. امبارح صلاح بذكاء صلاح قدر يتحكم في ايقاع المباراه، الفرص اللي اتيحت ليه ما كانتش كتير، ورغم ان اتيحت ليه فرصه او اتنين لكن قدر يكون ايجابي اكتر على المرمى. عمل امبارح ثرو باس رائع جدا لعمر مرموش، يمكن عمر ما تعاملش مع الهجمه بشكل كويس، ولكن النقطه الايجابيه ان امبارح صلاح قدر يتحكم في ايقاع المباراه في ظل ان الحاله البدنيه كان في ضغط قوي جدا من منتخب الجزائر في اول تلت ساعه على منتخبنا الوطني. وهنا خبرات اللاعب الكبير اللي محتاجين نشوفه الفتره الجايه افضل من اللي فات زي محمد صلاح. التغييرات على فكره رغم ان كان فيها تغييرات اضطراريه، رغم ان كانت التغييرات اضطراريه في بعض الاحيان، ولكن في تغييرات ما كناش فاهمين يعني اسبابها ايه او تغييرات ايه، يعني خروج علي جبر ونزول ياسر ابراهيم ده تغيير اضطراري بسبب اصابه علي جبر، خروج احمد سيد زيزو كان تغيير اضطراري اوكي نتيجه حاله الطرد اللي تعرض لها منتخبنا في الشوط الاول وخروج محمد هاني، ولكن انا كان نفسي اشوف حسين الشحات من بدري، كان نفسي اتفرج على حسين الشحات من بدري. تريزيجيه كان ماشي بشكل كويس جدا، تغييره انا شايفه ما كانش ليه اهميه. خروج مصطفى محمد، هل معنى كده ان انت ما عندكش راس حربه بديل في منتخبنا الوطني؟ وده يخلينا نسال سؤال، طب ليه ما ضمش كهربا؟ يعني امبارح لما خرج مصطفى محمد مين راس الحربه البديل اللي نزل؟ ما شفتش راس حربه بديل، انا شفت عمر مرموش، شفت حسين الشحات، شفت محمد صلاح دخل في القلب، وبالتالي ما بقاش فيه راس حربه اساسي. هل منتخبنا بيحتاج راس حربه الفتره الجايه؟ اعتقد فيتوريا شاف الجزئيه دي هيشوف المنتخب محتاج ايه الفتره اللي جايه. المنتخب محتاج بخلاف تصفيات نوفمبر، تصفيات كاس العالم، ماتش جيبوتي سيراليون، منتخبنا محتاج 3 4 مباريات على فكره على اعلى مستوى. يعني الفتره اللي جايه انا عارف ان المنتخب هيبدا استعداداته من 2 يناير، ولكن منتخبنا محتاج 3 4 مباريات على اعلى مستوى عشان لما يدخل كاس الامم يكون جاهز للوصول للمراحل النهائيه.
لان المنتخب محتاج تجانس اكتر، محتاج انسجام اكتر، محتاج انضمام لاعبين اخرين، محتاج انضمام لاعبين اخرين. عموما نتمنى التوفيق يا رب لمنتخبنا، كلنا بالتاكيد في ظهر منتخبنا، دي بلدنا، فان شاء الله الفتره اللي جايه هيكون السبوت اعلى على منتخبنا لما نقرب من كاس الامم الافريقيه.